كتير منا الموضوع ده بيحيره. الكتاب المقدس بيقول ان الرب الاله يهوى واحد، وفي اجزاء تانية يرجع يقول ان يهوى اب وابن وروح قدس. ازاي ممكن يكونوا الاتنين مع بعض؟ السؤال ده حير بغموضه عقول الناس لالاف السنين. وعلى الرغم ان احنا مش هنقدر نشرحه ونتخيله بوضوح كامل، لكن ممكن نفهم بشوية تفكير ليه شرح وتخيل الموضوع ده صعب. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نفكر في الموضوع بتخيل سطح ليه بعدين اتنين، طول وعرض، وجنبيه في جسم مجسم ثلاثي الابعاد، والجسم ده هنعديه في وسط السطح ده. هنلاحظ ان الجسم الثلاثي الابعاد موجود فوق وتحت السطح الثنائي الابعاد في نفس الوقت. طب لو تخيلنا ان في شخص مسطح، يعني زي الاشخاص اللي بنرسمهم في افلام الرسوم المتحركه، وعايش في عالم مسطح ليه برضو بعدين طول وعرض بس، لما هيشوف الجسم الثلاثي بيمر في العالم بتاعه هيتخيله ازاي؟ من وجهة النظر بتاع الشخص المسطح ده مش هيقدر يشوف الجسم الثلاثي كله، هيشوفه مرة دايرة واحدة، وممكن يرجع مرات يشوفه دايرتين، ومرة تانية ممكن يشوفه ثلاث دوائر. على الرغم ان المجسم في الحقيقة كائن واحد، لكن بطريقة ما يقدرش الشخص المسطح يفهمها. لو اخذنا شرح ده واعتبرناه كمثل، ممكن يوضح لنا ازاي بنختبر يهوى في عالمنا. الكتاب المقدس بيقول ان يهوى اعلى في الطبيعة والمكانة بكتير من عالمنا وخبرتنا، لانه اله به نوجد ونحيا ونتحرك. يعني اله كائن ملوش بداية ولا نهاية، زي ما قال عن نفسه لموسى: اهي اشر اهي، يعني الكائن دائما. لكن احنا عايشين في الكون المحدود ده اللي ليه بداية ونهاية، فلما يهوى يظهر في عالمنا ممكن نفهم حضوره في اوقات، وفي اوقات تانية صعب جدا نوصفها ونفهمها. وهو ده بالفعل اللي حصل مع ناس اتقابلت مع يهوى. خلينا نشوف في التوراة والأسفار اليهودية ايه الموضوع. في الأسفار اليهودية بيظهر يهوى بطرق معقدة وغريبة ما ينفعش نصنفها بوضوح بحسب قوانين عالمنا. اول امثلة على كده لما الأسفار اليهودية بتتكلم عن خصائص يهوى. كلنا عارفين ان خصائص اي شيء هي صفاته الجوهرية، يعني الحاجات اللي ما ينفعش الشيء ده يكون موجود الا بيها. زي ما نقول الكورة مدورة، من غير الدوران ما ينفعش يكون فيه كورة. بالمثل لما نقول ان يهوى حكيم، دي مش مجرد صفة حكمة، دي خاصية اساسية ليهوى، ما ينفعش يهوى ما يكونش حكيم. سفر الامثال بيقول ان يهوى خلق العالم بحكمته، وبعدين يرجع يوصف حكمة يهوى كشخص مستقل او متميز، اشتغل مع يهوى في خلق وتصميم الكون كله. يعني خاصية الحكمة بقت شخص متميز عن يهوى. ونفس الحكاية لما الكتاب المقدس بيتكلم عن مجد يهوى اللي بيظهر كذا مرة على شكل شبه إنسان جالس على عرش وحواليه نار، أو لما بيتكلم عن كلمة يهوى اللي بيظهر ويتكلم مع الناس كشخص في كذا مرة في الكتاب المقدس. إيه ده؟ يعني خصائص يهوى اللي هي الحكمة والكلمة والمجد بقوا آلهة صغيرة منفصلة عنه؟ لأ، لأن كتاب الأسفار اليهودية كانوا بيؤمنوا أن يهوى إله واحد قوي ملوش مثيل. لكن في نفس الوقت ما كانش عندهم مشكلة أنهم يتكلموا عن حكمة يهوى ومجد يهوى وكلمة يهوى كأشخاص متميزة عنه، ولكن برضو كل واحد منهم هو نفسه يهوى. ولما تبتدي تلاحظ الكلام ده تبتدي تشوفه في كل الكتاب المقدس. مثلا لو اتكلمنا عن روح يهوى، هنلاقي في أول سفر التكوين يهوى خلق السماء والأرض، وبعديها على طول هتلاقي ان روح يهوى وقت الخلق كان بيرف على وجه المية. روح يهوى القدوس كان بيشير ساعتها لوجود يهوى الشخصي وقدرته على الابداع والخلق. يعني كتاب الاسفار ما كانش عندهم مشكلة يتكلموا عن روح يهوى بطريقة متميزة عن يهوى كشخص اخر، لكن برضو هو نفسه يهوى. وعلى الرغم ان الكلام ده شكله في الاول عجيب ومعقد، لكن هو ده اللي كتاب الوحي في العهد القديم وبعد كده في العهد الجديد كانوا عايزين يوصلوه لينا. وبعد ما شفنا اليهود اتكلموا ازاي عن خصائص يهوى وعن روح يهوى، خلينا نروح لجزء ثالث بيشرح اكتر طبيعة يهوى المعقدة بالنسبة لنا، لما الوحي بيتكلم على شخص غامض اسمه ابن الانسان. في الكتاب المقدس في العهد القديم اليهود والمسيحيين بيأكدوا انهم بيعبدوا اله واحد هو يهوى. لكن لما بنقرأ في سفر دانيال في العهد القديم عن حلمه عن شخص سماه ابن الانسان، يعني المفروض الشخص ده يكون بشر زينا. لكن في سفر دانيال ابن الانسان ده شخص غامض، لانه بيرتفع فوق السحاب وبيسيب عالمنا وبيدخل في العالم الالهي اللي هو عالم يهوى. وبعدها ابن الانسان بيجلس على العرش
جنب قديم الأيام اللي هو يهوى، وكل الشعوب بتتعبد له وبتسجد له جنب يهوى، يعني إنسان بياخد نفس مكانة يهوى والناس بتعبده مع يهوى. وهو ده اللي فهمه اللي قروا الكلام ده واستعجبوا، زي ما يكون يهوى بيتحد بالإنسان، وده كان معناه بالنسبة لهم أمل إنه في المستقبل ممكن يكون يهوى والإنسان يبقوا كائن واحد ويحكموا الخليقة كلها كشخص واحد، إله وإنسان مع بعض. يعني ابن الإنسان ده كان شخص متميز عن يهوى، بس هو نفسه كان يهوى. لو جمعنا الكلام كله دلوقتي لحد دلوقتي، هنلاقي ان خصائص يهوى وروح يهوى وابن الإنسان في الأسفار اليهودية، هنعرف ان خبرتنا البشرية بيهوى معقدة وصعبة. وعلشان كده لما أتباع يسوع اختبروا يهوى كآب وابن وروح قدس، كان عندهم فكرة قبل كده من أسفارهم اليهودية ان كل دول هم الإله الواحد الوحيد في الكتاب المقدس، الإله يهوى. خلينا نشوف الأسفار المسيحية في العهد الجديد قالت ايه. يسوع الناصري بنشوفه في العهد الجديد إنسان، بس مش مجرد إنسان، كان لقبه اللي هو بيحبه هو ابن الإنسان، وكان يقصد نفس الشخص الإنساني الإلهي اللي ظهر في رؤيا دانيال وكانت الشعوب بتعبده. وأعلن يسوع أن هو يهوى بس في هيئة إنسان عشان يوحد كل البشر بيهوى. والأناجيل بتصور يسوع على أنه إنسان كامل الإنسانية، وكمان أنه يهوى الإله الحقيقي، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اللي كان بيقول كلام وبيعمل أعمال يهوى بس اللي يقدر يعملها ويقدر يقولها، زي غفران الخطايا وقدرته على شفاء الأمراض بكلمة وتهدية البحار وإقامة الأموات. يعني يسوع كان إنسان متميز عن يهوى، بس هو برضو يهوى. كل ده ممكن يظهر للي ما قراش الكتاب المقدس بعيون مفتوحة على أنه تخريف، لكن اللي قرى الأسفار اليهودية كان هيكون مستعد للكلام ده. وعلشان كده أتباع يسوع وتلاميذه لما تكلموا عنه عطوله خصائص يهوى اللي ذكرناها قبل كده، قالوا عنه أنه هو مجد يهوى، وقالوا عنه أنه هو حكمة يهوى، ويوحنا في أول إنجيل وقال عنه أنه هو كلمة يهوى اللي خلق بيها العالم، وقال ساعتها أن كلمة يهوى كان مع يهوى وكان هو نفسه يهوى. بعد ما سمعنا الكلام ده أكيد دماغنا لفت وتعبت، ولو عايز دماغك تلف أكتر شوف الأغرب من كده. يسوع اللي قال عنه الوحي ان هو يهوى المتجسد كان بيتكلم مع يهوى كشخص متميز عنه، ولما كان بيكلمه كان بيناديه بابا او الاب. يعني يسوع لما كان بيتكلم مع الاب ما كانش بيكلم قوة كونية او طاقة الهية، ده كان بيكلم شخص تاني وبيقول له يا بابا. وفي صور كتير عن يهوى في الكتاب المقدس كخالق وقاضي وحاكم المسكونة، لكن يسوع كان بيحب يناديله يا بابا، لأن يسوع كان عارف إن هو الآب مصدر حب لا نهائي، وأكد إن الآب كان بيحبه قبل خلق العالم كله. يعني يسوع كان عارف الآب وعلى علاقة به قبل الخليقة كلها، وده كان واضح وقت عماد يسوع لما صوت الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكان الشخص الثالث اللي وصل رسالة الحب، حب الآب لابن يسوع، كان الروح القدس، روح يهوى القدوس. ولو تفتكروا لما تكلمنا عن روح يهوى القدوس واننا من خلال روح يهوى ممكن نختبر وجوده وتفاعله معانا، ده كان نفس اللي اختبره يسوع في المعمودية لما اختبر حب الاب من خلال عمل الروح القدس. والموضوع ما وقفش على كده، يسوع وعدنا انه من خلاله روح يهوى هيخرج للكل علشان يعلن حب الاب لكل البشرية والخليقة كلها. يعني ممكن يظهر الامر في الاول كما لو كان في ثلاث آلهة، لكن ده بس علشان طبيعة يهوى ووجوده أعلى بكتير من طبيعتنا ووجودنا. الآب والابن والروح في الحقيقة هم إله واحد، وهم دول اللي بعدين وصفهم المسيحيين بكلمة الثالوث من أول القرن الثالث، آب وابن وروح قدس لكن إله واحد. ده مش مجرد لغز فلسفي إن احنا نوصف يهوى على إنه ثلاث أشخاص متحدين في إله واحد، ده معناه إن احنا فاهمين إن اللي بيوحد الكون كله في حب هو كائن واحد مفيش مثيل ليه، متعدد الأشخاص، وإلا ما كانش ينفع يخلق كون فيه تعددية وتنوع زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. وهنفضل نحاول نتخيله ونتخيله، بس مش هنقدر نديله حقه، لأن الهدف مش ان احنا نتخيل يهوى بشكله الكامل ولا نستوعبه بالكامل. الهدف الحقيقي ان احنا نختبره ونتعرف عليه ونفتح قلبنا ليه علشان نشاركه حياته وحبه.